بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ببرقيه تهنئه للشيخ محمد بن زايد ال نهيان بمناسبه انتخابه رئيسا لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، وفي برقيته اعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات الاخويه والتاريخيه التي تربط مصر والامارات، لافتا الى التطلع لمزيد من تعزيز اواصر التعاون في مختلف المجالات خلال الفتره المقبله.